السهم المبين سينطلق بعملية الإحماء مع أحد مدربيه، لكن عند جهاز الانطلاق سيكون بقيادة الخيال البزيو. عمر الحسون على صوة كنز البشير ينطلق بعملية الإحماء. صوة شيخ الميدان التمام ابن العياد الأم وهيبة بنت اللهيب ملك أبو يوسف والمدرب أبو يوسف من اللد قيادة لزنور. حبايبنا اللي بعد خط النهاية الله يرضى عليكم، نخص بالذكر أولاد صغار فيعني شوي لورا الله يرضى عليكم. معرفات الوحواح سيار بن نجم الليل الأم سكرت مالك صبري المراحلة المدرب وليد النجيب بالقيادة لرأفت الوحواح. إذن الخيول الآن دورة الإحماء، خيول الشوط العاشر مفتوح الدرجات عشرة. وفعلا اخواني ينطلق الشوط العاشر على بركة الله. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، بسم الله ما شاء الله تبارك الله. كنز البشير متصدر هذا الشوط منذ البداية، كنز البشير متصدر هذا الشوط سي ار 7 بالمراتب الثانية مع الخيار رافت الوحواحة. زنور على صوة شيخ الميدان بالمراتب الثالثة، سهم المبين يترقب بالمراتب الرابعة يندفع نحو المراتب الثالثة. كنز البشير ما يزال متصدر هذا الشوط. الخيول يا ستار يا ستار يا ستار يا ستار. سي ار 7 متصدر هذا الشوط الآن. الأحصنة ما بين المنعطفين. سي ار 7 ما يزال متصدر هذا الشوط. ثلاثية رائعة وجميلة منذ دخول الخيول الخط المستقيم. سماعات 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 محمد سامر. اي الميدان بطل هذا الشوط. بسم الله ما شاء الله مع زنور من تمام ابن العياد الام وهيبه بنت لهيب الملك والمدرب ابو يوسف الى اللد. مبروك الف الف مبروك لابو يوسف. بسم الله ما شاء الله عليك يا زنور اليوم فوز السادس سبع ما شاء الله. مبروك توج هذا الشوط ابو مروان. مبروك المبروك يا ابو يوسف. مبروك الف الف مبروك. المرتبة الثانية للسهم المبين. بسم الله ما شاء الله تبارك الله السهم المبين. كانت انطلاقة غير موفقة، انطلقة بالخط المستقيم اكتفى بالمراتب الثانية مع الخيال بزيو. سهم مبين بن فريق مبين وبن جولانا كبير للمالك عمر حلاس مدربين الصبلات الحلاس كانوا بقيادة بزيو. مبروك الف مبروك لعمر الحلاس صبلات الحلاس.
ابن نجم الليل وسكرت من طريق الامال ودبليو فيكتوريا الملك صبر المراحله مدرب وليد النجيب. قياده كانت لرأفت الوهواه، مبروك المبروك.